هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. صدق الله العظيم. قريبا سيزورنا ضيف عزيز على جميع المسلمين ألا وهو شهر رمضان المبارك، فأهلا وسهلا به. أيها الشهر الكريم صاحب الفضل العظيم، جئت بالخير العميم، جئتنا أهلا وسهلا. ليتك شهر مقيم أنت للجنان تدعو كل ذي قلب رحيم. هل تعرف يا أخي ما هو شهر رمضان؟ هو الشهر الذي أنزل الله فيه القرآن على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أحد أركان الإسلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. وما معنى صيام يا أختي؟ في أيام رمضان نصوم أي نمتنع عن الأكل والشرب من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية التقرب إلى الله. قال الله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. قال عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. وما هي فضائل شهر رمضان يا أخي؟ فضائل شهر رمضان كثيرة على الإنسان، فأول رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وما هي ليلة القدر؟ ليلة القدر هي إحدى ليالي شهر رمضان، والعبادة فيها خيرا من ألف شهر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. صدق الله العظيم. رمضان أقبل يا أولي الألباب فاستقبلوه بعد طول غياب عم مضى من عمرنا في غفلة فتنبهوا فالعمر ضل صحاب لا يدخل الريان إلا صائم أكرم بباب الصوم في الأبواب. أنا رمضان أسكب الأنوار فجرا في قلوب مظلمة أملأ التقوى دليلا كي تعود إلى الطريق. وإن هل بالنور شهر الصيام يجود به الله في كل عام يصوم له طاعة في النهار يقوم له خشعا في الظلام. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها. اللهم بلغنا سماع التراويح
ودعوات المصلين ودموع الخاشعين وختم القرآن. اللهم بلغنا رمضان واجعل قدومه علينا قدوم خير وبركة. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. صدق الله العظيم. في رحلة الصوم يحيى القلب نشوانا، فأول الشهر لقد أقضى بمغفرة بئس الخلائق إن لم تلقى غفرانا. ونصف رحمة للخلق ينشر رب الرحيم على من سمى حسبانا. وآخر الشهر عتق من لهائبها سوداء ما وفرت إنسا وشيطانا. نعوذ بالله من عتاب مدخلها عفوا كريما أن يرضى بلقيانا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السنوات الخمس والجمعات إلى الجمعات ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يا رب. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عز وجل عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب الجنة وتعلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه مرادة الشياطين. تجمعنا عند الإفطار بالخير صغارا وكبارا، شكرا لله الرزاق، شكرا شكرا للرحمن. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال: اللهم لك صمت وعلى رفقك أفطرت، ذهب الظمأ وابتلت العرق ثبت الأجر إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. وأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. نحن فتيات القرآن ننعم في خير وأمان. نحن فتيات القرآن رمضان قدوم خير على الإسلام والمسلمين، وتقبل منا دعواتنا واغفر لنا ذنوبنا يا رب يا كريم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، امرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. صدق الله العظيم. اللهم ارزقنا صيامه وأعنا على قيامه. اللهم
مستغفرين واجعلنا فيه من عبادك الصالحين القانتين يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا صالح أعمالنا يا ربي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. اللهم افتح لنا في أبواب الجنان وأغلق لنا في أبواب النيران ووفقنا في لتلاوة القرآن يا منزل السكينة في قلوب مؤمنين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة وحصن حصين من النار. رمضان يا رمضان يا موسم القرآن، أقبلت بالبشرى والخير والغفران. يا إخوتي هيا صوموا معي رمضان. أهلا بهلالك يا رمضان. أهلا يا شهر الغفران. في ليلك نزل القرآن نورا يهدي للإيمان، فأنار حياة الإنسان خيرا وسلاما وأمانا. أهلا يا شهر الإحسان. أهلا يا شهر الغفران. رمضان أتى، أهلا رمضان، أهلا رمضان. الهلال والكون ازداد بقدومه فرحان. رمضان أتى، أهلا رمضان. الهلال والكون ازداد بقدومه فرحان. رمضان أتى، أهلا رمضان. وأنيكم بحلول شهر رمضان المبارك، أدعو الله علينا وعليكم باليمن والإيمان وطاعة الرحمن، وجعلنا الله جميعا من عتقائه في هذا الشهر الكريم، وكل عام وأنتم بخير.